استاذ محمد، اليوم الرطوبة عالية، بالتالي اليوم أسباب ارتفاعها. الرطوبة عالية. احنا اول شيء احنا مثل ما ذكر زميلي انس، احنا العراق هو خامس بلد متغير متاثر بالتغيرات المناخية العالمية وضعف في عمليات التشجير. على مستوى العراق هو نسبة الصحراء داخل العراق هي 52%، اليوم ارتفعت إلى مستويات كلش كبيرة جدا، عبرت 65 إلى 70%، مما أثر على طبيعة الجو وطبيعة الهواء والطبيعة الجيولوجية للعراق. المناطق الرطبة والمناطق التي تشهد في خصوصا في جنوب العراق هي نتيجة ضعف التشجير وقلة التشجير وزيادة في التغيرات المناخية العالمية. في المناطق الشمالية التي كانت لا تشهد مثل هذه الأجواء، زادت معدلات التصحر، زادت معدلات الرطوبة، وزادت معدلات التلوث بشكل جدا مخيف. نحن لا نعمل زيادة نسبة وتناسب بين التلوث وبين الأكسجين. اليوم يشهد العراق، جو العراق هو ثاني أكثر بلد تلوثا من الناحية البيئية في العالم. التلوث لدينا شديد، هناك مصانع، هناك عجلات بملايين العجلات فقط في مدينة الموصل. الموصل تمتلك 400 إلى 420 ألف عجلة تنتج ملوثات بما يعادل، حتى نعوض هذه الملوثات نحتاج كل عجلة إلى زراعة 10 أشجار حتى نعوض التلوث الحاصل فقط عن العجلات. المصانع كذلك يحتاج كل مصنع، خصوصا مصانع تكرير النفط أو إنتاج النفط لدينا في الموصل، في أطراف الموصل مصنع، نحتاج إلى زراعة غابات قريبة من المصانع حتى تعوض التلوثات. لا تلتزم كل المصانع وكل المصانع الحكومية والأهلية بسياقات المعايير البيئية العالمية. لا توجد هناك رقابة رصينة على هذه المؤسسات وهذه المصانع، مما ينتج زيادة معدلات التلوث بشكل مخيف جدا. هذا التلوث يسبب زيادة في عدد المرضى. لدينا اليوم في سنة 2014 20 ألف حالة سرطان حسب ما موضح في جهاز الإحصاء المركزي في العراق. نعم. في 2018 40 ألف حالة، اليوم عبرنا 70 إلى 80 ألف حالة سرطان. يعني هاي بحد ذاتها كارثة أستاذ محمد، يعني إحنا عبرنا 700 ألف ووصلنا إلى 800، يعني ايش منتظرين بعد؟ اليوم وين موقف الحكومه وزاره الصحه وزاره البيئه وكل الجهات معنيه ومختصه بهذا الامر؟ اليوم شو ممكن نحد من هاي الاصابات والكوارث اليوم اللي عمت على العراق؟ لا توجد مراكز دراسات متخصصه، فقط لدينا وزاره البيئه ترفع توصيات لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يرفع توصيات الى الوزارات. نحن لا نحتاج الى توصيات، نحتاج تفعيل القوانين. قانون 27 سنة 2009 والمعدل سنة 2011 لحد هذه اللحظة غير مفعل بالكامل. المجالس الاستشارية البيئية في كل محافظة يجب أن تفعل، وتفعل دورها الرقابي ليس فقط توصيات. نحتاج إلى تفعيل الدور الرقابي، نحتاج إلى أرقام حقيقية صادرة من مراكز دراسات سواء كانت جامعات أو سواء كانت وزارة البيئة للاستدلال على كمية التلوث الموجود في العراق. لا نمتلك إحصائيات رسمية من الحكومة العراقية، فقط نمتلك إحصائيات الأمم المتحدة التي تظهر بين الحين والآخر على وجود معدلات تلوث عالية جدا تسبب هذه الأمراض، تسبب زيادة في معدلات المرضى خصوصا أمراض الجهاز التنفسي. نحن نتكلم على تلوث ثاني أكبر تلوث بالعالم. يعني ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ننتظر لا توجد هناك خطط استراتيجية في زيادة معدلات التشجير في العراق. هناك توصيات فقط، توصي الدائرة الفلانية بأن الاهتمام بعملية التشجير